أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا غسل رجلا واحدة ثم أدخلها في الخف في رجله ثم أدخل الخف في رجله وهكذا يفعل أيضا بالرجل الأخرى، هل يعتبر أنه أدخل الخفين على طهارة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما الرجلين طاهرتين. أما إذا أدخل واحدة والثانية أدخلها بعد ذلك يصير ما أدخلهما طاهرتين، أدخلهما أدخل الأولى وهو غير كامل الطهارة، أدخل الأولى وهو غير كامل الطهارة، فلا يجزي المسح في هذه الحالة. نعم.